هذا هو هذا هو زعما كيقول على ربي نقول بغيت نهضر على الاخ ديالي الجريدي رضوان كيفاش المشكل اللي وقع له باش وقعت له هاد الحاله هادي. كان هو هنا في السجن ديال مدينه قنيطره، من بعد راك عارف ملي كيتحكم بنادم كيتهز طونسير لسجن اخر، هي هذيك ملي تحكم تهز لسجن اخر، داك السجن الاخر اللي في تيفلت ما فيهش المخدرات، ما فيهش بزاف الحوايج بحال هاد السجن اللي هنا في قنيطره. ما عليناش، ملي مشى تما دوز واحد الدومو تما في تيفلت كان بخير هو هذاك. واحد النهار مع شي 12 الليل دخل الطواليط، خرج من الطواليط ريح مع الدراري صحابو شويه ويطيح، مشى له النص الاول ديالو، ناضوا السجناء تيهضروا، هضروا مع الموظفين رضوان شنو وقع له شنو وقع له، خلوه يعني نورمالمون كان خص ديك الساعه يخرج السويسي ولا يخرج، يعني راه عارف شنو كاين. خلوه تما السيد دوز اموا هو تما طايح يعني تشلل كامل. ابخي ملي ناضوا السجناء اللي معاه في الغرفه راه كاين شي وحدين منهم دابا نيت لا بغيتي نجيبهم ويهضروا ويقولوا هذا الشيء، ما عليناش. دوز شهر تما ناضوا السجناء تيهضروا، شدوهم داو كل واحد الزنزانه يعني بغا بحال بغا يديروا لهم التحريض، هما بغا يهضروا على الحقيقه ولا تحريض. من بعد صافي ملي شافوا القضيه فيها المشكل شدوا رضوان داو السويسي، ملي داو السويسي يعني نورمالمون خصو تعلموا اولياء الامر ديالو، راه عندكم تما النيميرو ديالو، عندكم لاكار ديالو، عندك تعلموا الكوميساريه، الكوميساريه غتجي للدار غنعرفوا شنو كاين، ما داروا حتى شي حاجه من هذا الشيء هذا. ابخي داز دي جوغ حتى توصلنا الخبر من عند واحد السجين كان معاه في الزنزانه خرج لا كلاس، جا تلاقانا في مهديه كنا جالسين تما، قال لي راه الاخ ديالك راه شنو وقع له شنو وقع له شنو وقع له. مشينا بالفعل للسبيطار تما في السويسي انا والام ديالي والاخ ديالي، شلنا ديك الحاله ديالو، هضرنا معاهم قال لك راه خصك تمشي للمندوبيه باش تهضر على حساب اداره السجون وداك الشيء، حنا ما عندناش الوقت ديال باش غنمشيو للمندوبيه ولا نديروا الماد ماديا ولا معنويا، كما درتي لا ما عندكش الجهد، يعني الام راه عندها 70 سنه والاب 73 سنه والخوت راه كله يا ربي تكافى غا مع راسو. من بعد شنو وقع مع الوالده؟ قال لها خصك تجلسي معاه في السويسي واحد الشهر، هي ما باستطاعتش ديالها باش تجلس داك الشهر في السويسي. قالت لهم انا الا كنت نبقى جالسه هنا وما عنديش كندير لاما ندي ولدي. قال لها خصك تسني، سنات الحكوميه راه ما عارفاش يعني نورمالمون ما كانش خصها تسني، خص المسؤولين يبقاو عندهم تنشوفوا شنو هما غيديروا معاها. شكون هما الناس اللي قالوا لها خصك تسني؟ الدكتور الطبيب قال لها خصك تسني. حيت لا بغيتي تخرج حيت الدكتور ما من والو، دابا حنا كنهضروا شي حتى الطبيب. هذا واش الطبيب ديال السجن ولا الطبيب اللي في السويسي؟ اللي في السويسي نورمالمون، حيت هو غايقول لك القانون ديالو بغيتي لا لا دي هاكي، ولكن ماشي هو اللي داير لافير، هو راه هذا الشهر عاد باش جابوه لعندو. يعني داك السيد الطبيب اللي كنهضروا حنا كنهضروا حنا المسؤول هو الديريكتور ديال السجن. اما الدكتور ديال السويسي راه جابوه له قالت له مورا بغيت نديه، يعني في القانون يقول لا لا بغيتي ديه سني بغيتي تخليه حنا راه غنديروا داك الشيء ديالنا. يعني ما تهضروش على الطبيب، تهضر على الديريكتور وعلى الطبيب اللي كان في السجن في ديك الوقيته 2018 في 2018 راه 3 زون دابا شوف هاد الشيء، دابا راه 3 زون وتيعاني، يعني خصو حاشاكم الخروق هذاك التيو داك الشيء ديال الحاشاك ديال البول، خصو داك ديال سميتو واحد البومادات ديال الماساج. لا البومادات ديال الماساج ابر هاد باش تحرق دابا، راه نورمالمون راه كنوي در تقريبا عام هو كيدير له ثلاثه الحصات في النهار 150 درهم في النهار، كيجي الاثنين كيدير له حصه ولا ربع حصه والسبت حصه توصل في عام وما يعني ما لقاش شي نتيجه صافي هو يحبس. علاش ما بقاش عنده حتى باش غي؟ ودابا والله العظيم ملي مره تنقول لك راه تبعد مره حتى الخروق باش نجيبهم والله ما تيكون والله ليش انا عادي ما اختي حق لينا وهذا الشيء اللي كاين. منين خرجتوه والام ديالو سنات يعني التزمت انها غادي تكفل بالولد ديالها تجيبو عندها للدار، الام ديال قاريه ولا ما قارياش؟ ملي سنات عرفات على سنات؟ ما عارفاش، عارفه هي شنو قالوا لها؟ لا بغيتي دي ولدك سني، يعني كتصحاب راه غتسني وغدي ولدها، وملي عاوتاني تزز على الحاله ولا شي حاجه بغات دير غيشدو من عندها. كيفاش هاد الام سنات على واحد الوثيقه باش تخرج الابن ديالها من السويسي وهو راه الاعتقال يعني هو في السجن؟ لا انا فاهمك، حيت الوقيته اللي كان هو راه الاعتقال فاش جابوه للسويسي باقا له دي جور باش يكمل الاعتقال ديالو. يكمل الاعتقال ديالو. حنا دي جينا ديك دي جور كمل ورغم ذلك لا كلاس ديالو ديك الساعه، يعني قال لك خصك تمشي تجي عنده السويسي تمشي وتجي تمشي وتجي تمشي وتجي. قالت لهم الوالده يعني مشات واحد السيمانه فوق ديك 10 ايام اللي كونتينيا هو هذاك الحبس ديالو. من بعد الوالده ملي شافت راسها تقهرات ما تبقاش تمشي وتجي، قال لها خصك لا بغيتي لا لا ما تبقايش تمشي وتجي، حنا راه عندنا هذا الشيء هذا، هي دي ولدك. هذا الطبيب اللي قالها لها ديال السويسي. لكن انا بغيت نعرف اين السجن كان فيه ديال اين تيفلت؟ تيفلت المدير ديال السجن تيفلت شنو دار معاكم؟ حنا ما مشيناش ما تبعنا حتى حنا، دابا دابا نتوما مول مول شكون اللي بقى مراقب الاخ ديالك في المستشفى ديال انا اللي تبقى السويسي بالنسبه لاداره السجون؟
فما يمكنش كيبقى هو راه الاعتقال وقع له هذا المشكل جابوه للطبيب. كتبقى متابعاه الاداره. لا كيبقى بوليسي ديال بوليسي وداك البوليسي اللي تما اصلا راه كيعرف ما عندوش علاقه يعني صافي ملي غيكمل والمينوط اللي دايرين له بعدا شي ديك الحاله تيهو باقي منطينو بالمينوط في البايس هو فيه نص كيلو كم بالمينوط راه دايرها انسان اكزيست تيدو دارت هكا زادت هذاك المينوط زاد اثر عليه في شي حوايج من هادشي كامل. بغينا نعرفوا شنو الاسباب اللي خلات الاخ ديالك يدخل للسجن. السبب كان هو مدمن على الاقراص يعني تياكل اقراص قرقوبي هو تياكل كونتيتي يعني كونسوماتور كبير تياكل بزاف. المشكل اللي غيوقع له داك النهار كان مشى عند البزناز خدا ثلاثه ديال الحبات اصلا هو تياكل فوق ثلاثه تياكل حتى 10 خدا ثلاثه الحبات جايه في الطريق وصل وقفوا له البوليس يعني راك عارف غيديروا خدمتهم قلبوا لقاو عنده ثلاثه الحبات مع هو ديجا عنده صوابق صافي تبتوا عليه بان تجاره. اما هو الصوابق ديالو كاملين ما عندوش التجاره عنده هذيك الاخرين اللي عنده فيها التجاره هي باش تثبت عليه هذه. اما هو الحاجه منين مشيتي عرفتي ان الابن ديالك تشلل ونعس في السبيطار كيفاش لقيتي الحاله ديالو؟ لقيت حالته حاله اللحيه حتى لهنايا ما عرفتوش ودار المينوط في يدو مع الناموسيه وما خصوش يديروا ليه الدري كله مشلل قال لك اسمع 17 يوم ما كلاش حيت لما كلتوش انا الا يدي الرجلين وما خافوا منهم اللي كيديروا لي وقال لك الجغمه ديال الماء كيبقى يشهق خافوا بقى هكا كاعو دي انا واحد السيد تما قال لي 17 يوم ما كلاش كيفاش الدري ما ماتش كيفاش الدري اللي ما خرجاتوش الروح وما ماتش. ايوا هي هذيك مشيت جلست تمايا درت على كرطونه بقيت جالسه حدا تمايا كنقوتو بحال شي واحد كنقطر ليه شويه بشويه بدا كيدوز هذاك الرق شويه بشويه كان باس فوق كرطونه ثاني تالا غد ليه مشيت ثاني خصني نقلب ليه ما ياكل وما يشرب كان جيت ثاني كنعتقو عبيت كاع عصيري كتعرفي تما بحال المستعجل دير لي ما كاين لا ماكله لا هو ما كيعطونش تما الماكله. بقيت معاه صافي تسالى السجن ديالو ملي سالى السجن ديالو داو للسويسي سويسي المهم يقول لي شهرين شهرين وانا كنمشي تما تاني شهرين وانا تما داو لبنو سينا شهرين وانا تما تاني كنعس غير طلب واحد الحجره تما ديال الطبيب ما كيخلونيش نبات معاه الصباح بكري خصني نوض نوكلو باش غنبقى نمشي ونجي نمشي ونجي وعلى عليا الحال غير الناس اللي كانوا كيعصبوني تمايا اين هي هذيك ديك العلاج بقى هكاك باش ما نكذبش انا صايمه يا هذيك هو يقول لقيت واحد السيد قالوا لي تخرج واحد 10 ايام وترجع قلت له انايا زعما الا كنت انايا ديك 10 ايام ديت انا عند سرح شي شويه ونعومو ورجعوا قال لي واخا ماشي مشكل انا قال لي تسيني انا ما عرفتش ما نكذبش على ربي ما عرفتش امي ما عرفتش سيني قلت له راه نسيني قال لي قلت له غير رجعوا قال لي صافي غترجعيه يا هذيك جدو جدو ملي زاد عليه الحال رجعته في الوقت اللي قالوا لي هما يا من رجعت حتى واحد ما شاف فيا وليت كنتلاح من جهه لجهه انا وياه ما حيلتي لي هو يا برا ما كاين لا يشدوا لي هكايا وما كيتقعدش وما كيجلس لا جلاس لا والو ما حيلتي ملي غنجيب لي ما ياكل النهار كله ما حيلتي المركوب باش غنرجعو اللي داز عليا ما يدوز على الوزن كبر بالله استغفر الله الله ياخذ من روحك وكان مرضي ما جيت نسقط مرضي عمر الله مرضى عليا عمرو ما غيرني هو المرضي الكبير صافي بقيت تمايا هذيك عاوتاني مشيت غير مؤخرا هاد الشهر الاخر مشيت عاوتاني ديتو دار لي غير واحد السيد خلوه في المستعجلات جيت انا للدار هنايا ملي جيت للدار عيطت على الدكتور قلت له يعطيك ستة الدراري راه تما دابا شنو درتو معاه قال لي اجي دي ولا غندير معاك تقرير قلت له شنو دير معايا انا التقرير الدراري تما باقي ما كملش العلاج ديالو هو واحد هذاك سميتو اللي كان عنده قال لي كتسمعو كيقول للفرمليه راه باقي ما مكملش العلاج ديالو ايوا هي هذيك رجعوني قال لي سيري حقا انا نعطيك رونديفو نهار اثنين ولا الاربعاء اجي دير رونديفو هاك هي النمره ديالي ملي عيطت عليه قال لي هاد النمره غالطه النمره اللي عيطتي عليا فيها راه غالطه ما كاين لا يديك ولا يخليك صافي بقيت جالسه راه هو كتشوي فيه على حال الله وكيبغي ياكل باش كطلب المسؤولين هادشي هو كنطلب المسؤولين يشوفوا من بحالو يديروا ليها شي حاجه باش يعيش وانا عامل كره دابا غير كاريه ها هو راه عارف تخلي في عنقور هكا هادي وسولي الجيران وسولي
غير الكراو هو راه هز راسو تا هو كيجي واحد الحاله انت كتشوفي تيجي تي علاقه في المانيا كيما نخبي ومن تلك ثلاثة مسكرة عطاوها لي عشرين ساعة خاسرة قاعد يتفرج معاك ولا حالت وحالة حالت العدو الكفر بالله كتعرفي باش عيبنا مكاينش ومكاين زعما بحال كاين اللي غادي يرحمك ولا غادي والو وعاد انا ماشي من هادوك الناس اللي عندهم الجبهة انا كنحشم نقول اراء كنحشم نمد يديا كنحشم انا ما كنتش بحال هكا انا راه كنت واحد الحال بشكل ولكن ربي ملي بغى سبحانه وتعالى يدي رزقو دار رزقو انا راه ماشي انا راه كنت بخير ماشي كنت زعما ما عنديش والغالب الله دا كلشي رزق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا جرس باش يوصلكم الجديد أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.